شخصية مع الراحل أبو عمار الرمز، فكرت في شخصية إنه تستحق إنه تكون بجانب هذا الرئيس أبو عمار. فكرت بأكثر شخصية بتناصر القضية الفلسطينية، واقفة مؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني ضد الاعتداء الإسرائيلي. شفاز من الشخصيات اللي احنا كلنا بنحبها، مش بس الفنانين، حتى الناس اللي بالشارع. الرؤساء العرب ما عملوا هذا الشيء، فأكيد ان احنا حنحب هيك شخصية انها تكون واقفة في حق في مناصرة حقنا. من اهم المقولات اللي حكاها شفاز للشعب الفلسطيني انه فنزويلا هي لكم، فنزويلا لفلسطين. وكمان مقولة تانية بتحكي انه يا محررين فلسطين، انتم بتحملوا باليد الاولى السيف وباليد الثانية غصن الزيتون. انتم ما بدكم تستلوا السيف، لكن انه لازم تضلكم حاملينه ومسكين الغماد تبع السيف. وهذا دليل على انه متأكد انه الشعب الفلسطيني ما بده عدوان وما بده غير السلام والحرية لأراضي المحتلة من إسرائيل.